قروية. سلموا جماعة البناشر. انتوا لسه بتحكوا مظلومات، والله لازم نرجع زمن ابو جهل. انا مش فاهم ينادون بالحرية للجميع الا لمن يرفض افكارهم وهم لا يمثلون سوى اجندات داعميهم. اجندات برأيك هل ممكن يأثر خطاب الكراهية على آراء الأشخاص؟ على السوشيال ميديا أكيد بيأثر، لأنه بحس كل حدا بكلمتين بيقود معاه مجموعة من الناس، بتأثر في بعض، بتأثر بآراء بعض. لهيك دورك تكون جزء من إيقاف هذا الخطاب. إذا شفت أو تعرضت لخطاب كراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهم جداً تبلغ لمنصة حر.